المادة المظلمة المختبئة في النجوم قد تسبب اهتزازات قابلة للرصد. لم يتمكن أحد حتى الآن من رؤية المادة المظلمة بشكل مباشر، ولكن الجاذبية التي تطبقها المادة المظلمة على المادة المرئية هي ما جعل العلماء يؤمنون بوجود هذه المادة. أحد التفسيرات التي أجابت عن أسباب عدم رؤيتنا للكميات الضخمة من المادة المظلمة بالطرق التقليدية هو أن المادة المظلمة تختبئ في مراكز النجوم. في دراسة جديدة يقوم العلماء بالتحقق من إمكانية كون كميات كبيرة من الكتلة الموجودة داخل النجوم مؤلفة مجسيمات تدعى بالإكسيونات أكسيونز. تم نشر مقال عن احتمالية وجود المادة المظلمة في مجلة Physics Review Letters، حيث قام بنشرها العلماء ريتشارد بريتو من جامعة لشبونة في البرتغال، فيتور كاردوسو من جامعة لشبونة ومعهد بيريمتر للفيزياء النظرية The Perimeter Institute for Theoretical Physics في واترلو كندا، والعالم هيروتادا أوكاوا من جامعتي كيوتو وواسيدا الموجودتين في اليابان. يقول بريتو الموقع phys.org عملنا يدرس كيف تتكدس المادة المظلمة في مراكز النجوم. في حال كون المادة المظلمة مؤلفة من جسيمات بوزونية هائلة كالأكسيونات مثلا، نتائجنا تظهر أن تراكم المادة المظلمة في النجوم لا يؤدي لانهيار ثقلي، ولكنه قد يكون المسبب للاهتزازات المميزة في النجوم. أظهر العلماء نظريا أنه عندما يتكدس عدد كبير من الأكسيونات في نواة نجم عادي، فإن نواة المادة المظلمة سوف تهتز، لما يؤدي إلى اهتزاز موائع النجم في تناغم معها بتواتر معين يتعلق بكتلة النجم أو بمضاعفة هذا التواتر. فإذا كانت نواة النجم من الأكسيونات، فإن النجم سوف يصدر أشعة ميكروبية، وقد يكون لذلك أثار مرئية يمكن ملاحظتها. يقول بريتو ما يتأرجح ويتذبذب فعلا هو كثافة المائع وضغطه، ولكن يمكننا القول بأن النجم بأكمله يتأرجح. هذه التأرجحات تشبه الأمواج الصوتية التي تنتقل عبر سائل بتردد معين. مثل هذه الاهتزازات قد تؤدي إلى تغيير صفات رئيسية في النجم كالمعاني النجم ودرجة حرارته، وهي مقادير يمكن قياسها بشكل مباشر. في الواقع هناك فرع كامل في الفيزياء يدعى علم الزلازل النجمية Astereosismology. يهتم هذا الفرع بدراسة البنى الداخلية للنجم من خلال دراسة أنماط اهتزاز هذا النجم. ذلك مشابه إلى حد كبير بالطريقة التي يدرس بها العلماء البنى الداخلية للأرض من خلال دراسة الأمواج الزلزالية. المحتمل أن اهتزازات النجم هذا والتي تسببها نواة المادة المظلمة يمكن ملاحظتها باستخدام طرق مشابهة. فإذا علمنا الترددات التي تهتز عندها هذه النجوم بدقة، فيمكن لذلك أن يكون بمثابة دليل دامغ على وجود المادة المظلمة. لا يزال علم الزلازل النجمية في بدايته، ولكنه بالتأكيد سيصبح طريقة دقيقة جدا في مراقبة النجوم في المستقبل. في بحث سابق عن النجوم التي تحوي المادة المظلمة، افترض العلماء أن تلك النجوم سوف تستمر في التضخم حتى تصل إلى كثافة ينهار عندها النجم ويتحول إلى ثقب أسود. ولكن في الدراسة الحديثة أظهرت عمليات المحاكاة التي قام بها العلماء أن هذه النجوم مستقرة ولا تتحول إلى ثقوب سوداء. ذلك الاستقرار يأتي من آلية داخلية يتبعها النجم لتنظيم نفسه. تعرف هذه الآلية باسم التبريد الثقلي Gravitational Cooling. يقوم فيها النجم بالتخلص من المادة باستمرار ليحد ويوقف من نموه قبل أن يصل إلى حد ترانشاندراسكر الحرج، وهي النقطة التي ينهار عندها النجم متحولا إلى ثقب أسود. وقد صرح العلماء بأن اكتشاف كون النجوم التي تحوي المادة المظلمة هي في الواقع مستقرة أدى لدعم البحث في هذا المجال بشكل كبير. يقول العالم بريتو على الرغم من أننا نعرف أن المادة المظلمة يمكنها أن تلتحم داخل النجوم وتشكل نوع من المادة المظلمة في مراكزها، إلا أن تلك الدراسات كانت ظاهرية. بالإضافة إلى ذلك اقترحت كل تلك الدراسات أنه إذا تراكمت الكمية كافية من المادة المظلمة في النجم سيؤدي ذلك في النهاية لانهيار ثقالي وستشكل ثقبا أسود وسيلتهم في النهاية جميع النجوم. قررنا أن نتأكد من صحة هذه المعتقدات باستعمال إطار نسبوي كاملا دقيق.
كحل معادلات أينشتاين بالكامل مثلا، وذلك ليكون قادرين على فهم كيفية تصرف نوى المادة المظلمة في حالة الكثافات العالية. أظهرت نتائجنا أنه يمكن من حيث نبدأ تجنب تشكل الثقوب السوداء، وذلك عن طريق طرد المواد بشكل كبير. نوى المادة المظلمة تبدأ بطرد المواد عندما تصبح كبيرة جدا ومضغوطة، ولا يمكنها عندها متابعة نموها أبعد من نقطة معينة، وهذا حسب ما نعلم شيء قد تم تجاهله في الدراسات السابقة. النتائج السابقة كانت عامة لأننا نعلم أن أي حقل بوزوني هائل ذو جاذبية داخلية يمكن أن يشكل بنى مضغوطة، وبالتالي فأن مثل هذه المكونات المفترضة للمادة المظلمة سوف يؤدي إلى الآثار التي ناقشناها في ورقتنا البحثية. وبذلك تم اقتراح طريقة أخرى للبحث عن مثل هذه الأنواع من الجسيمات، والتي يمكن أن تكون مكملة للملاحظات القادمة مثلا من علم الكونيات، بالنظر إلى نقص المعلومات التي نملكها حول ماهية المادة المظلمة. يجب علينا بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة معرفتنا في هذا المجال. يأمل العلماء أن تساعد هذه النتائج في توجيه البحوث المستقبلية عن طريق اقتراح المكان الذي يجب البحث فيه عن المادة المظلمة والطرق التي يجب استخدامها للكشف عنها. يقول بريتو: نحن لا نعلم الكثير عن المادة المظلمة، الأمر الوحيد الذي نعرفه أن كل أنواع المادة سوداء كانت أم مادة عادية تتأثر بحقول الجاذبية بالطريقة نفسها. هذا ما جاء به أينشتاين في مبدأ التكافؤ، لذا يبدو من المنطقي أن نبحث عن آثار المادة المظلمة في المناطق التي تكون فيها الجاذبية عالية كالنجوم النيوترونية والثقوب السوداء وغيرها. نحاول الآن فهم كيفية تصرف المادة المظلمة في مناطق الجاذبية العالية، كما يتم العمل مؤخرا على ورقة بحثية مطولة لفهم كيفية نمو نوى المادة المظلمة وما الدور الذي تلعبه لدوجة المواد المكونة للنجوم في عملية نمو النواة وتكاثر المادة المظلمة. الأكسيونات هي جسيمات افتراضية ذات وزن خفيف جدا، يعتقد بأنها مرشح أساسي لتكون المادة المظلمة. حدد شاندراسكار هو حد لكتلة النجم، إذا تعدت كتلة النجم هذا الحد فإن النجم سوف ينفجر وقد يتحول إلى ثقب أسود عندها.